الرحيم. احنا النهارده متواجدين في قريه الذخيره تبع مركز مدينه بلاط، بناء على الشكاوي اللي جات لنا من المواطنين بتقول ان في محرقه موجوده وبيدعوا ان هي بتسبب خطر وبتسبب امراض للناس. فجينا وصلنا للمحرقه عشان نتاكد من الناس اذا كان في خطر على حياه الناس ولا دي حاجه كويسه. اتفضل استاذ شكري، فهمنا حضرتك النهارده بخصوص المحرقه الموجوده. المحرقه لسه في بدايه شغلها وفيها يا دوب 3 ايام، وقامت بانشائها شركه المصارى للصناعات الهندسيه التابعة لوزاره الانتاج الحربي، وافادت هذه الشركه في سن تركيب بانها صديقه للبيئه وتقوم بتكرير العادم اكثر من مره حتى يتم فلترته وخروجه الى الهواء نقيا. يعني ده بيعني ان دي صديقه البيئه، مفيش اي ضرر ولا اي حاجه على المواطن، ان شاء الله انه هي ليس لها تاثير على صحه الانسان. تمام، شكرا استاذ محمد. حضرتك اكدت ان المحرقه المتواجده في مدينه دخله تم تحويلها لحاجه ثانيه، في جديد خلاص ما بقاش بيستخدم في الدخله، جدول زمني بيشتغل عليه العاملين. يوم جمع تم يوم حرب. يعني حضرتك بتاكد كلام الاستاذ شكري ان مفيش اي خطر على المواطنين، وهو ده اللي يهمنا في المهم الاول، ان مفيش حد يشتكي من المحل. ان شاء الله وقتها باذن الله احد تم تاكينا وتم تاكينا وان شاء الله يكون خير من خلال كده. ومعنا طبعا مسؤول البيئه بيمسك لنا نفس الكلام، ولا حضرتك عندك اشكال تاني من ان شاء الله؟ يعني هي حاجه حلوه وخير البلد تسمع الشكاوي موجوده في مدينه الدخله باستمرار. حضرتك احنا كنا بنتكلم مع حضرتك الشكاوي الكثيره والمتكرره. كان في عادم اسود طالع هناك، طبعا هنا ما بنشوفش العادم الاسود ولا حاجه، هنا حاجه طبعا مستغرب فيها. تمام، بنشكرك جدا جدا جدا. هنا استقرارنا بنطمن المواطن ان مفيش حاجه تضر المواطن وهنستعملها، البلد ماشيه بتقدم للامام، وان شاء الله بداية الطريق محرقة صديقنا.